بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائي متابعي ومشاهدي استوديوهات الخالدون في كل مكان، وأيضا مواقع مؤسسة الشهداء في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا موقع مؤسسة الشهداء خدمتكم واجبنا. ها نحن وإياكم ننطلق بهذه الرحلة الجميلة والمفيدة إن شاء الله لذوي الشهداء من برنامجكم مع ذوي الشهداء عبر استوديوهات الخالدون. طبعا مثل ما عودناكم في كل حلقة يأتيكم هذا البرنامج كل يوم اثنين وأربعاء بعد الساعة 11 صباحا، ويكون البث المباشر لهذا البرنامج، وأكيد نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم وأيضا كل مناشداتكم لننقلها إلى المسؤول لنتابع كل احتياجات ذوي الشهداء من استفسارات إلى أسئلة إلى بعض الأمور التي تخص ذوي الشهداء في الدوائر والمديريات كافة في عموم العراق. ونحن في هذا البرنامج نكون بخدمة ذوي الشهداء على مدار الأسبوع، من متابعة إلى معاملاتهم، وأيضا ذكر كل ما يخص ذوي الشهداء وأيضا الإجابة عنها وعن استفساراتكم. طبعا الأرقام الموضحة أسفل الشاشة هي الأرقام المباشرة للبرنامج للاتصال، لكن خلونا ننوه على موضوع جدا مهم. هذا الموضوع طالما نتحدث لذوي الشهداء، عند التعليق بالتعليقات يجب ذكر اسم الشهيد وأيضا المديرية والمحافظة ليتسنى للمواقع اللي موجودة ويانا من المديريات، من إعلام المديريات كافة، متابعتها والإجابة بالسرعة القصوى اللي موجود، وأيضا عند الاتصال كذلك الاختصار وذكر الاسم والمحافظة حتى نقدر نجيب عن أسئلتكم. وناخذ أول اتصال ونقول ألو، استوديوهات الخالدون وياكم. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك بعد عمري؟ الله يرضى عنكم ويحفظكم، الله حياكم الله. الله يحفظكم وينصركم إن شاء الله على قوم الظالمين. الله يرضى عنكم ويحفظكم إن شاء الله. بعد عمري حبيبي، فدوى أروح لك. إحنا شهداء كربلاء، أها، مديرية شهداء كربلاء. نعم، تفضلوا. اسم الشهيد؟ اسمه ممدوح جبار إجعاز. ممدوح جبار إجعاز. ممدوح جبار إجعاز. ولا المتراكمة لحد الآن ما عرفنا عنها خبر. شنو؟ ما مقدمين احنا. لا بس عيدي لي، شنو اللي عندكم؟ المتراكمة لحد الآن أقول لك سابي تقريب 7 سنوات أنا مسجلة ولحد الآن ماكو. المتراكم العسكري؟ بلي. نعم، للغير الموظف. ها؟ تمام. إن شاء الله نهاية الحلقة أو قبل نهاية الحلقة راح يكون ذكر للموقع الإلكتروني اللي موجود اللي موضح اللي نشرناه أيضا على بيج استوديوهات الخالدون وكل المواقع. أكو استمارة للمتراكم، هذه تملوها الاستمارة، وإن شاء الله راح أذكر التفاصيل مالتها خلال هذه الحلقة، وإن شاء الله أيضا نتواصل مع مديرية شهداء كربلاء ونعطيهم الاسم ونشوف شنو الاجراءات اللازمه والمطلوبه. أيوة، والاسبوع الجاي ان شاء الله نعطيكم الاجابه. لا شو تركتها؟ نعم انا مريضه اسم الله عليك، لا اقدر امشي لا اقدر اتحرك. نعم تمام، ان شاء الله هذه المناشده نوصلها لمديريه شهداء كربلاء حتى نتابع المعامله بشكل مفصل. وايضا استمعي ان من خلال البث المباشر راح نذكر التفاصيل مال ملء الاستماره للمتراكم الغير الموظفين. اذا اكو اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي العزيز، انا مصاب عندي بتر الطرف الايسر تحت الركبه من الموصل، رفعت معامله من الشهر الثالث العام 2020. انطيني اسم جنابك، انطيني اسم جنابك. وما رجعوا الجواب. انطيني اسم جنابك. سعيد حسين علي محمد. سعيد علي حسين علي محمد. لا سعيد علي حسين محمد. لا سعيد حسين علي محمد. دقيقة، سعيد حسين علي محمد. مصاب موظف وزارة الصناعة والمعادن. نعم.
موظف وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة لكبيت المشراق. تمام. مقدم على الأربعة يا أخوي العزيز. مقدم المعاملة مالتك كاملة؟ إيه قدمت على مستشهد على حج باقر من 20/4 العام، وصار سنة ونص ما رجعوا لي جواب. شنو سبب معاملتي ما رجعت على على المؤسسة مال الشهداء مال الموصل؟ شنو سبب فيها خطأ؟ أكو فيها معاملة نقص، فيها كتاب نقص، رفعت لهم كتاب قرار وزير بأني مصاب بالجلسة الثلاثية مال وزارة الصناعة. نعم. وكتاب تأييد بأني موظف وصح الصدور من الشركة مالتي على المؤسسة وما رجعوا لي جواب. تمام تمام، إن شاء الله راح أتواصل مع مديرية الشهداء نينوى وراح أنطي الاسم وأتابع إن شاء الله الموضوع بشكل شخصي من استوديوهات الخالدون، وراح ننطيك الإجابة إن شاء الله الأسبوع القادم إذا الله سهل. أربعة من العام حج باقر هو تمنى إن شاء الله يقول روح البغداد، قلت له أنا ما أقدر، أنا مصاب عندي بتر تحت الركبة وما أقدر، أنا معوق. يقول لا لازم تروح، قلت له راح أخابرهم وأخذ الجواب من عندهم. تدلل إن شاء الله، راح أتصل بأستاذ باقر وإن شاء الله أشوف المعاملة وين وصلت تؤمر. ناخذ اتصال آخر. استوديوهات الخالدون تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ. احنا مقدمين على بدل نقدي. نعم. بالانتفاضة الشعبانية. اسم الشهيد؟ محمد علي حمزة. محمد علي محافظة بابل. محمد علي حميد حمزة حمزة محمد حمزة حميد لا محمد علي حمزة حمزة محافظة بابل. محمد علي حمزة من محافظة بابل. محمد علي حمزة محافظة بابل. انتفاضة الشعبانية. انتفاضة الشعبانية. نعم. شنو إشكالك؟ قدمنا بدل النقدي وجمرة. نعم. من معاقي رئيس المؤسسة. نعم نعم. دينا على مود استلام الدفعة الأولى. نعم. وما نعرف الدفعة الأولى قد القيمة مالها. احنا عندنا كبار السن وعندنا أمراض مستعصية. تمام تمام. إن شاء الله راح أتواصل مع مديرية شهداء بابل وأشوف الاسم شنو الإجراءات المطلوبة، وأيضا هم موجودين ويانا حاليا بالبث المباشر. إن شاء الله أي إجابة راح أذكرها بسياق الحديث وأيضا سياق برنامجنا لهذا اليوم أو الأسبوع المقبل، إن شاء الله راح تكون الإجابة جاهزة لجنابكم. حياكم الله. إذا أكو اتصال آخر. تمام. احنا بالنسبة ان عندنا بعض المناشدات اللي وصلتنا بالحلقة السابقة والحلقات السابقة، ان شاء الله احنا اخذنا الاجابات عنها، لكن راح نقرأ لكم بعض يعني المناشدات او الاستفسارات. السلام عليكم. عندي معاملة شيء ضحايا ارهاب صار اكثر من 3 أشهر داخل باركود في بغداد، لحد هاي اللحظة ماكو اي جواب. اسم الشهيد الشهيدة هاجر احمد حمادي حنش من محافظة صلاح الدين. طبعا رقم الكتاب مالكم انا دزيته بالبيج ايضا شافه. 4623 في 13/10/2021. الاسم هاجر احمد حمادي خشن التسلسل 15. لم ترد الاجابة من الباركود لحد الان. ان شاء الله بمجرد ما ان توصل الباركود يعني رقم الباركود الى مديرية شهداء صلاح الدين راح بالمباشر يتصلون على جنابكم حتى تكملون الإجراءات القانونية اللي موجودة. اسم الشهيد جعفر موسى علي العيسى شهيد النظام البائد محافظة البصرة مديرية تقاعد البصرة عسكري، قطعة وراتبه 6 أشهر، بعد ذلك عادوا راتبه 3 أشهر فقط ولم يعيدوا بقية الرواتب، وكل ما راجع يقولون لم تصل رواتب فقط، الاسم موجود شكرا لجهودكم. هذه الرسالة. طبعا الموضوع الأخ صبيح منذ أكثر من 3 أشهر أو 3 أيام أعتقد تواصل معكم هاتفيا أكثر من مرة بخصوص الراتب التقاعدي، يعني المديرية قاعد تتواصل معكم، وإن شاء الله المعتمد اللي موجود في مديرية الشهداء البصرة هو اللي قاعد يتابع على قضيتكم وراح ينطيكم يعني الجواب النهائي عبر الاتصال. بمجرد ما توصل المبالغ المستقطعة راح ينطيكم، لأن رقم الهاتف موجود عنده.
حياكم الله استاذ عباس حيدر عارف. حيدر عارف من مديرية شهداء بابل. نعم استاذ حيدر تفضل. حياك الله استاذ محمد. حيا الله اصلك عمر انت حبيبي استاذ حيدر. كل الاخوه والزملاء وجهود مباركه ان شاء الله من عندكم في خدمه هذه الشريحه، واحنا مستمرين ان شاء الله بهاي الخدمه. حتى ما اطول وانت مجال لحضرتك وايضا للمتابعين. نعم. بالنسبه للاخ اللي اتصل بالنسبه لل محمد علي حمزه، اها احنا كلها جاهزه بالنسبه اللي جابوا استثناء، بس فقط التخصيص. تعرف التخصيص يعني احنا بنهايه السنه فقط يجي التخصيص واحنا نتصل به. كذلك اذا حد يتاكد من اسمه احنا بالتعليقات موجود مدير الشهداء بابل، ممكن يراسلنا واحنا نتواصل وياه ناخذ الاسم وبخدمته. الله يعزكم. محمد علي حمزه من محافظه بابل، الانتفاضة الشعبانية، تحدث عن موضوع البدل النقدي وعنده حالات استثنائية، يعني جايب استثناء باعتبار حالته الصحية غير جيدة. لذلك حيدر عارف من إعلام مديرية شهداء بابل الآن ويانا باتصال مباشر على الهواء مباشرة. فإن شاء الله أستاذ حيدر جاوب عن هذا الموضوع بأن المعاملة كاملة والاستثناء موجود، لكن التخصيص المالي بانتظار التخصيصات المالية حتى يتم صرفها وإطلاقها. أشكرك أستاذ حيدر على هذه الإجابة وتواصلكم ويانا. نعم إحنا وياكم وموجودين بال يعني كل موظفي إعلام شعبة مدير الشهداء بابل مستمرين وياكم وإحنا بخدمة الجميع. شكرا جزيلا لك، وأكيد هذا عشمنا بيكم أستاذ حيدر، وتحية طيبة لجنابك، وإن شاء الله تتابعون معنا بالبيج وأيضا بالاتصال. أي مناشدة تجينا من محافظة بابل أكيد أنتم بالاتصال ويانا للإجابة السريعة عن هذا الموضوع. طبعا إذا يسمعنا الأستاذ محمد علي حمزة من محافظة بابل، أستاذ حيدر عارف من إعلام مديرية شهداء بابل، بمجرد ما أن سمع مناشدتكم بشكل مباشر اتصل على البرنامج وانطى الإجابة. الاستثناء موجود مالكم وبانتظار التخصيصات المالية، حين إطلاقها مباشرة راح يتصلون على جنابكم بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك استاذ حيدر، واكيد راح تبقى ويانا خلال حلقتنا لهذا اليوم. طبعا مناشدة ايضا وصلتنا من الشهيد سمير شناوة عودة، شقيق الطالب المتصل رحيم شناوة عودة، درس التربية الإسلامية في الوقف الشيعي على قناة ذوية الشهداء، بعد تخرجه لم تحتسب له الشهادة، من ذي قار الناصرية. سمير شناوة عودة وشقيق الطالب المتصل رحيم شناوة عودة، الأسبوع الماضي اتصلت علينا. جواب مدير الرعاية العلمية الأستاذ حيدر يقول يا ريت طلب يبين كافة حيثيات سبب عدم الاحتساب، أسباب عدم الاحتساب يا ريت تذكرناها بالتعليق أو باتصال حتى ندونها وننقلها إلى مدير الرعاية العلمية حتى نعرف شنو أسباب عدم الاحتساب من دائرة. ويانا اتصال آخر استوديوهات الخالدون تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ الله يرضى عنكم ويحفظكم. الله يسلمك. أنا عندي شهيد متراكم. اسم الشهيد؟ هو طيته هواي انا، رحيم فنجان وادي. رحيم فنجان وادي. فنجان وادي؟ وادي. وادي، من اي محافظة؟ من ذي قار. ذي قار. المؤسسة مال الشهداء مال ذي قار قالت لي أول ما سويت المعاملة ب 2012. زين. ب 2012 كملت. ضحايا إرهاب؟ لا لا، جرائم معدوم أخوي. يعني نظام بائد. اي نظام بائس. نعم. قالوا لي وجبتك 60. زين. وجبتك 60. زين. هسه راجعت التقاعد العسكري، كل ما راجع هاي صار 7 سنوات طلعت وجبتي 131. زين. شنو اللي وصل وجبتي خلاها 131؟ بس هاي اريد اعرفها. انا معاملتي كامله وعصروا الباقيه. تمام تمام تمام. بس ليش وصلت ل 131؟ شلون يعني تحولت؟ بس اريد اعرف. تمام. من المسؤول على تحويلها؟ انا وجبت 60.
ورحت راجعت مؤسسة الشهداء قبل 7 سنوات قالوا لي ليش ما مستلم بعدك؟ قلت لهم والله بالتقاعد العسكري. تمام. عملتي كاملة مكملة. تمام. راح إن شاء الله نتواصل مع مديرية الشهداء ذي قار حتى نعرف أسباب هذا التغيير، وأيضا ينطونا المعلومة الأكيدة عن الوجبة، وجبتك إيش قد، وإن شاء الله راح. بس مداخلة. أنت كمعلوماتك. أستاذ رحيم عين. بالنسبة للوجبة، الوجبة في مديرية الشهداء ذي قار، في مؤسسة الشهداء، هي تحسبها على الوجبات اللي موجودة عندهم في مؤسسة الشهداء. من تتحول إلى وزارة المالية أو إلى التقاعد، التقاعد ما يأخذ وجبات، بسمح لي، ما يأخذ وجبات فقط من مؤسسة الشهداء، عنده أيضا وجبات أخرى، مثلا اللي عنده من مثلا الشهداء الجيش أو الشرطة، أو يعني هذا المفاصل الدولة اللي موجودة هنا، راح يرتبونها على شكل وجبات أيضا وعلى شكل أرقام. لذلك وجبتك أنت في مؤسسة الشهداء 60، لكن بالمالية أو بالتقاعد العسكري يصير 131 132. هذا هنا وزارة المالية والتقاعد العسكري هو اللي ينطي الوجبات، باعتبار يأخذ من المؤسسة ويأخذ من الدوائر الأخرى ومن الوزارات الأخرى ويجمعها ويحصي عند العدد بالوجبات. يعني مو أكو تغيير بالوجبات، لا، مؤسسة الشهداء رفعتها الوجبة 60 في مؤسسة الشهداء، لكن انضافت عليها من دوائر ووزارات أخرى، فصارت بالتقاعد العسكري وبوزارة المالية هذا الرقم. يعني مو تلاعب. هم تابعها يعني. أكيد أنا أتابعها، لكن احنا نريد نعرف اهم شيء سبب تغيير الرقم، رقم الوجبات، هو هذا، بان يكون وجبتك يعني بمؤسسه الشهداء 60، لكن في وزاره الماليه والتقاعد العسكري اكيد عندهم وجبات اخرى من وزارات اخرى، فيكون العدد بهذا الموضوع، وان شاء الله ايضا نتابعها وما يكون خاطرك الا طيب. انا عندي شويه شيخ، يعني ليش التغيير هذا؟ تأمرون هذا التغيير هسه وضحناه لكم. اي والله الله يعزكم، ان شاء الله تدلل وان شاء الله راح ناخذ اتصال اخر. استوديوهات الخالدون، تفضلوا. الو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ارفع لي شويه صوتك. استاذي يعني الحلقه القاعده الماضيه وصلت علي الاستاذ محمد زكي خبر اليوم. ارفع لي صوتك، ما قاعد، مو واضح. الو، اسمعك واضح بس الصوت ناصي. أنا حلقة الماضية اتصلت عليكم يوم الاثنين. زين. بخصوص محمد زيد خبر الياس المفقود. زين. مظلومية أمام مؤسسة الشهداء بغداد، أنا من موصل بس. زين. بس الجواب ما. تمام، إن شاء الله نهاية الحلقة موجودة الإجابات عن الأسئلة اللي انطرحت بالحلقة الماضية، وراح نهاية الحلقة راح أذكرها بالتفصيل إن شاء الله. ماشي. حياك الله. إذا أكو اتصال آخر. سيد المخرج، عندنا اتصال؟ يلا تمام. اولا الشهيدة اسيل محمد جاسم، مبلغ الكفن والدفنة، هذه بالحلقة الماضية، جواب الامر خاص حصرا بالمحافظة، كون المحافظة هي المسؤولة عن صرف هذا المبلغ، وبامكانكم مراجعة المحافظة. اذا تسمعنا عائلة الشهيدة اسيل محمد جاسم تسأل سئلتنا الحلقة الماضية عن مبلغ الكفن والدفنة وهذه المصاريف الفاتحة، هذا الأمر حصري بالمحافظة، يعني تواصلنا مع المديرية الخاصة قالوا هذا حصرا بالمحافظة، كون المحافظة هي من اختصاصها يعني هذه المبالغ، فبإمكانكم مراجعة المحافظة لغرض يعني الترويج أو الاستفسار عن هذا المبلغ. ايضا بكر اياد علي، مصادق علي، رقيه اياد علي، غير مصادق كشهيده، علما انهم استلموا بنفس الحادث. جواب يرجى تزويدنا بمحل سكناكم ليتسنى لنا معرفه الى اي لجنه فرعيه موجوده المعامله لتتم متابعتها واعلامكم بالاجراء. شوف هذا الموضوع اللي نبهنا عليه بدايه الحلقه
وهو ذكر كل التفاصيل، تفاصيل المناشدة، يعني بكر أياد علي مصادق عليه، ورقية أياد علي غير مصادق عليها. فإحنا يعني ما نعرف بأي مديرية، بأي دائرة، بأي محافظة سكناكم وين. يا ريت من ذوي الشهداء عند يعني الكتابة التعليق ذكر هذه التفاصيل، اسم الشهيد، محل السكن، الدائرة، المديرية، أيضا المحافظة، حتى نقدر إحنا نتابع من خلال برنامجنا ومن خلال اتصالاتنا للمديرية المعنية. الشهيد سيف صباح حمادي، نعم، الشهيد سيف صباح حمادة، المعاملة مرفوضة، ممكن أسباب الرفض، وهل بإمكان إعادة النظر، وشن المطلوب؟ الجواب، الاسم غير موجود ضمن قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء من المصادقين ومن المرفوضين. بإمكانك مراجعة سكرتير اللجنة الفرعية لمعرفة أسباب الرفض، وبعدها تتم إعادة النظر بالمعاملة. طبعا احنا تابعنا هذا الموضوع، لا بالمصادق عليه موجود الاسم ولا من ضمن المرفوضين. فالمطلوب من عندكم مراجعة سكرتير اللجنة الفرعية اللي موجودة بالمحافظة حتى تعرف شنو أسباب الرفض وتعلمنا، وإحنا إن شاء الله بدورنا راح نتابع هذا الموضوع. إذا أكو اتصال. ألو، استوديوهات الخالدون، تفضلوا. انقطع الاتصال إذا موجود اتصال، أو نكمل الإجابات. الشهيد خميس حمد عبد الله، راتب القاصرين متوقف لذوي الشهيد أعلى. الشهيد خميس حمد عبد الله، راتب القاصرين متوقف لذوي الشهيد أعلى. الجواب، قطع الراتب من قبل هيئة التقاعد وليس من مؤسسة الشهداء. أي قطع راتب للقاصرين أو لذوي الشهداء، بمجرد ما أن ينقطع الراتب التقاعدي وحسيت بأن هذا الشهر ما أجاك راتب، مباشرة هذا الموضوع هو من يعني اختصاص هيئة التقاعد الوطني، مو مؤسسة الشهداء. بمجرد انقطاع الراتب لمدة شهر، مباشرة المراجعة هيئة التقاعد الوطنية حتى تعرف أسباب القطع شنو، ومن بعدها إذا موجود يعني فات خلل بالدائرة أو بالمديرية تنطينا علم، وإحنا إن شاء الله نتابعها وياكم هنا بالمديرية. إذن الشهيد خميس حمد عبد الله، الراتب مال القاصرين المتوقف، عليك مراجعة التقاعد العامة لمعرفة أسباب القطع، ومن بعدها تراجعنا في مديرية الشهداء. اتصال ويانا، استوديوهات الخالدون، تفضلوا. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ، عيني قبل شهر على مود علي جريح مساعنة وعدالة وموقف الأمني، فلحضرتكم قلت نازي هذا الكتاب يعني رايح من المؤسسة، بس أريد الإجابة جاية للمؤسسة لا على مود. بس انطيني اسم جنابك. حاكم جبر شنان. حامد. حاكم جبر. نعم. شنان. يقول أنا ما أقدر أروح لدياله وأروح أشوفه وأصل الكتاب له، لا يقول بس عن طريق المؤسسة. في أي محافظة؟ هو من الديوانية مجروح بدياله. ألي؟ تمام. تمام. هذا قبل ايش قد قالوا لك رايح المساله والعداله؟ قبل تقريبا شهر هيك حضرتكم هم دقينا، كان الاستاذ نسيت يعني قبل شهر مرفوع مساله وعداله وموقف امني. اي قالوا مرفوع هذا الكتاب، هو المعامله ذاك بشهر التاسع استاذ نكملها، قالوا دقينا موقف امني مساله وعداله. اي استاذ حاكم، انا يعني الاسبوع الماضي يوم الاربعاء انطيت الاجابه حول موضوع الموقف الامني وايضا المساله والعداله. هذا هنا يعني ياخذ مده اقل ما نقول عنها، مده غير قليله، وهي من 4 أشهر الى 5 أشهر 6 أشهر، ومرات الموقف الامني يطول اكثر من سنه، وذلك بسبب يعني كثره المواقف الأمنية من ضمن المخابرات جهاز الأمن الوطني وأيضا بعض الجهات الأمنية للمتابعة وللسؤال، فهذا كله يأخذ وقت. أنتم قبل شهر يعني واصلة هي إلى الموقف الأمني، وإن شاء الله إحنا راح نتابع هذا الموضوع
رئيس المؤسسة حاليا جمع كل هذه المعاملات مال الموقف الأمني والمساءلة والعدالة في مكتبه الخاص حتى بشكل مباشر هو يتابع وما يصير بها تأخير، وخاطب أيضا يعني الجهات المعنية بهذا الموضوع بتقليل الروتين وبتقليل والإسراع بالإجابات على المواقف الأمنية حصرا إلى مكتب رئيس المؤسسة، وإن شاء الله راح نتابع هذا الموضوع، لكن هو الموضوع يتأخر شوية خلال هذه الفترة، وبمجرد ما أن نصل إلى نتيجة إحنا راح نعلمكم مثل ما قاعد نذكر كل الإجابات اللي موجودة حاليا بالبرنامج. ممنون منك. إذا عندنا اتصال آخر. نعم نعم نعم. استوديوهات خالدون تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شلون؟ حياك الله. في دعاء للشهيد بالحج الشعبي وعندي استفسار. تفضل انطينا اسم الشهيد. منذر محمد ناف. أي محافظة؟ بيقار. نعم. الله يحفظك. احنا قبل لا يستشهد بنا بال 2016 كان عندي راتب مال العاطلين. زين. ايه وبعدين هسه صار سنه قصوا الراتب مالنا مال العاطلين، يقولوا انتم عندكم راتب مال الشهيد. زين. ايه قلنا لهم يابا احنا ادري مو احنا هو راتب الشهيد، احنا 10 نفرات، قلنا لهم طلاب بالاهليه وعندنا طلاب كليات وام الشهيد هسه مريضه صار عندها سكر. وعنده أخوه الثاني صارت عنده حالة نفسية وحتى المدرسة تركها صف ثاني وما يلحق يعني قطع راتبنا ولا صار سنة هيك، يقولوا أنتم والله عندكم راتب. تمام 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 تمام. إن شاء الله راح نتواصل مع مديرية شهداء ذي قار للاستفسار عن هذا الموضوع، لكن هو الموضوع يعني بمجرد ما أن تستلم راتب هذا بعد الإقرار اللي تم إقراره في مجلس النواب بأن جمع بين راتبين ما يصير باعتبار لا. انتم عندكم راتب للشهيد، فالراتب لا. السابق مخير بين تاخذ الراتب القديم ام الراتب الحديث اللي هو مال الشهداء، فاكيد انتم اختاريتوا راتب الشهيد والراتب الرعاية هو تلقائيا راح ينقطع باعتبار قرروا هذا القانون بان عدم الجمع بين راتبين، فما يصير راتبين يعني تستلمون تقاعد، وان شاء الله ايضا احنا رئيس المؤسسة يسعى بهذا الموضوع باعتبار ذوي الشهداء يعني لهم خصوصية خاصة، وإن شاء الله بمجرد ما أن تتم الموافقة راح تطلق هذه الرواتب ويكون الجمع بين راتبين مباح لذوي الشهداء وخصوصا للحالات الحرجة. شكرا جزيلا لك وإن شاء الله راح نتابع هذا الموضوع. عندنا اتصال آخر. تمام. احنا راح نقرأ بعض التعليقات اللي موجودة بالبيج. صباح النور، صباحكم الله بالخير. موجودة مديرية الشهداء بابل ويانا. احمد الملكي، اسم الشهيد سلمان عباس سلمان جواد، محافظة بغداد، عندي معاملة وما اعرف وين صارت، مال متراكم قبل 4 أشهر سويتها. طبعا أحمد الملكي هذا الموضوع بالنسبة للمتراكم هو من اختصاص وزارة المالية، بمجرد ما أن تطلق التخصيصات المالية احنا مباشرة راح يكون الإطلاق. بالنسبة للمتراكم هم هنا إذا ضحايا إرهاب هذا هنا يسموها فروقات الراتب. فروقات الراتب هي من اختصاص هيئة التقاعد الوطنية، بمجرد ما أن توصل التخصيصات المالية إلى هيئة التقاعد العامة هم راح ينزلوها بشكل تلقائي أو الاتصال عليكم بأن يعلموكم بأن راح يتم صرف هذه المبالغ. فروقات الراتب وليس المتراكم، لأن باعتبار المتراكم هي للموظف المفصول أو العسكري، ففروقات الراتب هو هذا الموضوع. أحمد الملكي هذا الجواب إن شاء الله بمجرد إطلاق الرواتب أو التخصيصات المالية. اتصال ويانا. استوديوهات الخالدون تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ العزيز قواك الله. شلون قوا حيلك؟ تفضلوا. الله يسلمك. اتصلنا بك بالحلقه السابقه. نعم. بخصوص طلب الاستثناء قدمناه الرئيس مؤسسة الشهداء منطقة الشبايش. زين. اسمي الشهيد كاظم شمقي جبر، ومقدم الطلب نعيم المهدي جبر. كاظم شمقي جبر. نعم. محافظة ميسان. محافظة ذي قار. ذي قار؟ ذي قار ذي قار. زين. كاظم شنو المقدم الطلب منه؟ نعيمة مهدي جبر. نعيمة
مهدي جبر. مهدي جبر. نعم. زين، شنو الاستثناء اللي مقدمينه؟ مقدمين على استثناء على بدل الوحدة السكنية. زين. وفقدنا الرئيس المؤسسة واخذ ويا البغداد ولحد الآن ماكو. قلت له رجع لك الجواب أنت بالحلقة الجاية، الحلقة ما اليوم. تمام. تمام. رئيس المؤسسة طبعا يسعى لهذا الموضوع بالاستثناءات وأيضا بالعموم لتوزيع كل التخصيصات المالية لذوي الشهيد وخصوصا يعني بدل الوحدة السكنية، لكن لحد اللحظة تخصيصات مالية من وزارة المالية لحد الآن ما جاي تجي للدوائر أو المديريات أو المؤسسة بصورة خاصة. إن شاء الله بمجرد ما أن توصل هذه المبالغ وهذه التخصيصات المالية إلى مؤسسة الشهداء احنا راح بدورنا نوزعها ونكون بخدمتكم، لكن هو هذا الموضوع يعني يتوقف على التخصيصات المالية اللي نستحصلها من قبل وزارة المالية. المخاطبات مستمرة ورئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي لم يدخر جهدا حتى بذله على خدمة ذوي الشهداء واستحصال جميع حقوقكم. إن شاء الله بمجرد أن تتوفر التخصيصات المالية نعلمكم بإعلان مباشر وبشكل رسمي إن شاء الله. نعم استاذ. نعم استاذ، حياك الله. ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم استوديوهات الخالدون. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك علي استاذ محمد؟ شلونك؟ الله يرضى عنك يحفظك استاذ العزيز. انا والدي شهيد سيد صباح حمادي قبل شويه اعطيته جواب. نعم نعم. نعم استاذ، انا عندي لجنه المعامله المفروضه من اللجنه الفرعيه مع تعويضات صلاح الدين. زين. القاضي اعطاني كتاب الرفض، كتاب الرفض يقول ما موجود اصل اخبار وبرقيه بالحادث. زين. زين. سوينا بها تمييز الرفعة السنة صلاح الدين يوم 11/8 راحت للجنة المركزية في بغداد، مع العلم موجود أصل أخبار وبقية بالحادث موجودات في المعاملة. زين. نعم أستاذ، فلحد أنا ما أدري، أنا رد من اللجنة المركزية في بغداد، اللجنة المركزية ما أعرف رئاسة الوزراء ما أعرف يعني. الشهيد سيف مو سيف صباح حمادي. نعم أستاذ. نعم أستاذ. هنا انا بس اللي اريد من عندك تراجع اللجان الفرعيه، سكرتير اللجنه الفرعيه بالمحافظه بس تراجع، لان احنا تواصل وين عزيزي، احنا تواصلنا وفتحنا قاعده البيانات ما لقيناها لا مع المرفوضين ولا مع المصادق، يعني ما موجوده في مؤسسه الشهداء. هنا انا بعتها لحد الان هي بال المحافظة، اللجان الفرعية اللي موجودة بالمحافظة ما طالعة من عندهم لحد الآن وما واصل أي إعلام إلى مؤسسة الشهداء، فأنت سكرتير اللجنة الفرعية بالمحافظة تراجعه وتقول له إحنا بالنسبة إن معاملتنا شنو أسباب الرفض مالتها حتى ينطيكم علم، لأن ما موجودة قاعدة ما الرفض أي بس قاعدة البيانات ما موجودة في مؤسسة الشهداء. احنا هذا العمل بمجرد ما ان ترفع اللجان الفرعيه الى مؤسسه الشهداء انت هنا تكون من واجبات مؤسسه الشهداء. اللجنه المركزيه، اللجنه المركزيه وين صايره؟ هو راجع سكرتير اللجنه الفرعيه اللي بالمحافظه نفسها، هو ينطيك التفاصيل الكامله. مشكور استاذ، بارك الله فيك. حياك الله عمري، شكرا جزيلا لك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. أستاذ العزيز، أخي الشهيد متقاعد عام 1989. انطيني اسمه. يستلم مؤيد موسى عمران. مؤيد موسى عمران، أي محافظة؟ محافظة بابل. بابل، نعم. بس اسمعني خليني أشرح لك القصة. يستلم تقاعد من عام 1989 من طلع تقاعد. زين. عام 1991 استشهد شهداء الانتفاضة الشعبانية. زين. وقد تقاعد ماله يروح للمصرف لحد 97 ورجع التقاعد. رجع المصرف العفو للتقاعد. زين. والان الراجع التقاعد تقاعدي وساعي ودينا للتقاعد العسكري، ان هذا مو التقاعد ماله حقه يعني ليش ما ينطونه اياه؟ زين. يعني شو ما تشوفون نحل يعني ما رطيتوا نحل، واحد يقول لي راجع ويا الدفاع، واحد يقول لي منو اللي يقول لك راجع الدفاع؟ منو اللي يقول لك؟ المؤسسه انا اراسلهم دائما على الفيس، ومن رحنا لهم بعدين اخر شيء رحنا القانونيه يقولون ان هذول بقوا يلكسب انتظروا. هو متقاعد، هو كان متقاعد الرجل وعندهم اضباره، عنده اضباره بالتقاعد موجوده. تمام تمام. طبعا استاذ حيدر عارف من اعلام مديريه شهداء بابل قاعد يسمعك وموجود ايضا ويانا بالبيج المباشر ومشارك، ان شاء الله اكيد سمع هذا الموضوع
وراح يتابعه بشكل شخصي. استاذ حيدر اذا تسمعنا او متابع بعدك ويانا بالبرنامج، مؤيد موسى عمران من محافظة بابل، وهذه الحالة مالته بأن مقطوع الراتب التقاعدي مالته من سنة 1997. يا ريت يوم الأحد أو باكر قريبين على مديرية شهداء بابل تراجعون المديرية الأستاذ حيدر عارف، وهو راح يعطيكم التفاصيل الكاملة. وانا ما فهم سؤالي، بلا زحمه عليك خلي افهمك سؤالي. هو المتقاعد الشهيد يستلم تقاعد الان، احنا نستلم التقاعد مال الشهيد، بس هو اصلا متقاعد، هو كان موظف يعني وطلع تقاعد. واستشهد اي فهمت السؤال مالتك. اي متقاعد بين 1989 لحد 91، لحد ما يستشهد هو يستلم تقاعد. من استشهد بعد ما راح استلم تقاعد، ولا احد استلم تقاعد. التقاعد ماله بقى لحد 1997 يجي للمصرف، والمصرف رجع على التقاعد. الان بنروح للتقاعد، التقاعد يقول لنا ماكو، انتوا يم التقاعد العسكري. تمام. مع ذلك قلت لك استاذ حيدر عارف راح يتابع الموضوع ويشوف الحيثيات مال الموضوع بشكل كامل، واذا تبقى نعم واذا موجود ابقى ويانا بالمتابعه عبر البث المباشر، وان شاء الله استاذ حيدر عارف هسه راح يكون ويانا باتصال مباشر حتى ينطيك التفاصيل الكامله. تمام، ناخذ اتصال اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ الله يرضى عنك يا فضل. تحياتنا لك وكل الكادر. حياك الله، شكرا جزيلا لك. بلا زحمه، بس عندي سؤال. انا والدتي مصابه 2006. انطينا اسمها. سلامة رسول كنعان. شلون؟ سلامة رسول كنعان. سلامة رسول كنعان. اي مصابه ب 2006. اي محافظه؟ بغداد. اي جانب؟ كرخ رصافه؟ لا كرخ. كرخ. اي شو اسمه؟ طوها نسبه 20. زين. اي هسه قالوا اساس هاي منحت، كل نسبه يكون 500. زين. اي راجعه 2020. زين. بمؤسسه الكاظميه. زين. ولحد الان يطوح ويطوها موعد ثلاث اشهر شهرين، ولحد الان ما خلصانه. تمام. 2020 شهر الثامن ببكيت راجعه. تمام. ان شاء الله راح نتابع مع مديريه شهداء الكرخ، واكيد ايضا هم ويانا بالبث المباشر اذا يسمعونا. يا ريت الاجابه عن هذا الموضوع. اعطيك رقم القرار لو لا ما يحتاج. انطينا رقم القرار. 100. رقم القرار 100. 57. اي نعم. تمام. 57. تمام. رحم الله والديك. تمام، ممنون منك. استاذ حيدر عارف ويانا باتصال مباشر. حياك الله استاذ محمد. حيا الله اصلك يا عين انت، واشكرك على هذا التواصل، وان شاء الله المديريات بشكل عام يكونون بتواصل مباشر مع كل سؤال يطرح للبرنامج. ان شاء الله. الله يرضى عنك. عيني استاذ مؤيد موسى عمران، اكيد سمعت المناشد. نعم، احنا ما نقول يعني شلون نقول يعني مثلا نقول مو علينا، لكن هي شغله بالتقاعد. هو اللي يقول من سنه محدد السنين اللي ما منطي التقاعد، مع ذلك خلي يجينا للاعلام واحنا نروح ونوجه او نروح وياه للتقاعد، بس هو شغلته بالتقاعد. يعني المساله مالته خاصه بالتقاعد مو بالمؤسسه. تمام. لكن خلي يجينا اعلام مديريه شهداء بابل شعبه الاعلام الطابق الاول، يجينا يمي او يم زملائي واحنا بخدمته. موسى مؤيد موسى عمران من محافظة بابل، المتصل اللي قبل شوية اتصل حول موضوع التقاعد. يا ريت مراجعة الأستاذ حيدر عارف ويانا أيضا باتصال مباشر من مديرية شهداء بابل بعد أن ما أن سمع مناشدتكم. فيوم الأحد أو يوم غد تتواصل معهم بالطابق الأول في مديرية شهداء بابل للتواصل معهم وطرح الموضوع. وأيضا أستاذ حيدر مشكور وجه بأن الموضوع يم التقاعد العسكري
لكن باستطاعة المديرية مرافقتك إلى التقاعد العسكري للتوضيح والإيضاح أيضا من سبب القطع، قطع الراتب. عندنا اتصال آخر، استوديوهات الخالدون تفضلوا. ألو، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا ريت ترفعوا صوتكم شوية. أستاذ العزيز، أنا زوج شهيد الحرب إيران. زين. 5/7/88 طه سلمان خضر موسى الحسيني. زين. أريد هاي المية تراكمة تشملني دولة. هذا على شؤون المحاربين مو على مؤسسة الشهداء. يعني على شؤون المحاربين. نعم 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 نعم. مو على مؤسسة الشهداء. زين، وابني هم شهيد هسه مال إرهاب بالفلوجة مال. مصادق على المعاملة؟ كم ديها وصوت على مال بدل نقدر الثاني واللي استعمل قطعة أرض. تمام. البدل النقدي أو القطع الأراضي اللي أوعز بها رئيس المؤسسة، بمجرد ما أن نستحصل الموافقات على التخصيص المالي إن شاء الله راح يتم توزيعها بشكل وجبات إلى جميع ذوي الشهداء، لكن منتظرين هذا الموضوع وهو التخصيصات المالية، إن شاء الله بمجرد إيصالها راح يتم توزيعها. والله أستاذي كل أنا قدمت الوجبة الأولى لسه حد الآن أي شيء ما جاني، قاعدة بشركة لا ما جتني. تمام تمام. فأنتم قاعدة البيانات، قاعدة البيانات موجودة في مديرية شهداء الأنبار. عندي كلها قدمت. أي ممتاز، إن شاء الله بمجرد ما أن مؤسسة الشهداء تستحصل التخصيصات المالية راح يتم إطلاقها وتوزيعها على ذوي الشهداء. شكرا جزيلا إليك ولاتصالك، وإذا عندنا اتصال ناخذه قبل الإجابة. استوديوهات الخالدون تفضلوا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يعزك، الله يحفظك. تفضلوا. الله يحفظك. الله يزاد فضلك إن شاء الله. والله أنا عندي قدمت معاملة مع إطفاء قروض لأخوي الشهيد. أخوك شهيد، اسم الشهيد؟ نعم، اسم الشهيد مثنى جروان عبد. مثنى جروان، جروان جروان شنو؟ عبد. عبد؟ عبد عبد. نعم عبد. أي محافظة؟ محافظة الأنبار. وراجعت المؤسسة الرئيسية بعد اتصالي بالسيد عبد الإله النائلي. نعم. خلال البرنامج التقديم. نعم. اي، وكملت المعامله، وهم دزوني لل هاي مال ضحايا الارهاب والعمليات الحربيه. نعم، شارع 52. نعم، هم سويت الكتاب منك، ودزوني على المصرف العقاري اللي هو صاحب الشأن. طبعا زين، مصرف العقاري يقول لك احنا ما عندنا هذا القرار، ما موجود، ما ادري شلون. دزوني على الاداره العامه هم ببغداد مال المصرف العقاري، وراجع بغاد، وهم وصلت الى طريق مجد. ما ادري يعني الحل يمكم يا اخويا، الله يبارك فيك. اطفاء الديون. نعم، اطفاء الديون. اي نعم. تمام والله، تمام. ما خليت طريق. تمام، الله يبارك فيك. نعم تمام. ان شاء الله راح اتواصل مع مديرية شهداء الانبار حتى اشوف شنو الاجراء الانسب لجنابكم حتى تزود بكتاب الى الجهة المعنية لاطفاء هذا الدين، وإن شاء الله الحلقة القادمة راح نعطيكم الإجابة عنها إن وجدت إن شاء الله. الله الله يبارك. الله يرضى عنك ويحفظك حبيب. ناخذ اتصال آخر. استوديوهات الخالدون تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ شلونك؟ الله يرضى عنك. أستاذ أنا عندي شهداء اثنين، جدي وعمي. تمام. زين. سأل شنو رايد مثلا تعيين عقيد او اجو يوم مثلا بوزارة النفط او وزارة التربية، فرايد من خلال المؤسسة الشهداء انا اقدم على تعيين. يعني حاولت ان انا بالبصرة ما اقف، فمن خلالكم رايد اقدم، لان وضعي ما يسمح له بالفعل. اغلب ذوي الشهداء طبعا مثل ما راح انطيك اياها باختصار شديد جدا، بالنسبة لمؤسسة الشهداء هي الراعي الرسمي والبيت الكبير لذوي الشهداء، لكن الموضوع وين؟ الموضوع راح يترتب حول يعني النسبة المئوية من التعيينات ومن العقود إلى المعطاة إلى مؤسسة الشهداء، اللي هي وصلت تقريبا 20 أو 25% من الوزارات.
هذا الإطلاق أو هذه التعيينات والعقود تأتي من خلال إقرارها بالموازنة العامة وتوزيعها على الوزارات والهيئات، تكون لمؤسسة الشهداء حصة من هذه الدرجات الوظيفية. للآن ما مطلوقة يعني موازنة 2020 أو 2021 ما تم تخصيص درجات وظيفية في الموازنة العامة، لذلك ما صار أي عقد أو تعاقد أو موازنة للتعيينات الجديدة. إن شاء الله نأمل خير بالموازنات القادمة، إن شاء الله في الموازنات القادمة راح تكون إقرار في الموازنة تخصيصات للدرجات الوظيفية، وراح يكون نسبة إلى ذوي الشهداء منها، وإن شاء الله راح نطلق الاستمارة للتعيينات. مثلا شلون قد اجل الحل برايك؟ يعني اجل شهر الواحد باي شهر او شلون اجل؟ لا هي لحين انتظر الموازنة العامة، يعني عند اقرارها وتضمين درجات وظيفية راح تكون لمؤسسة الشهداء، فاكيد الاولوية لذوي الشهداء وحسب الاختصاص يعني واحتياج الوزارات لاختصاصكم. بس على ما تنقر الوزارة راجعتم او تنشرون رابط؟ لا ان شاء الله احنا نعلنها بشكل رسمي، واكيد انتم من المتابعين لبيجات الرسميه لمؤسسه الشهداء راح يكون عندكم علم. تمام خير، شكرا جزيلا لك ولاتصالك. نعم، بالنسبه لبعض الاجابات عندنا الشهيد عبد الكريم جبر حمود ضحايا ارهاب نقص اصل اخبار. الجواب لدى سؤالنا قسم ضحايا الإرهاب في مديرية الشهداء البصرة، تبين أن المعاملة خارج الضوابط كون الأوراق التحقيقية ليست بتاريخ الحادث وحسب الضوابط الجديدة. الشهيد عبد الكريم جبر حمد متصل بنا بال يعني الحلقة السابقة. المصاب ضرغام عبد الغفور علي السمرمد العبيدي مديرية الشهداء الأنبار، المعامله يعني هنا المعامله مسويها سنه 2017، واخر شيء خلوني بقائمه التزوير بوجبه 8800 وقالوا تراجع المحكمه يشاهدوكم، سووا المشاهده هنا وطلع هو من المصابين، مصابين جراء العمليات يعني الارهابيه، وايضا تم يعني متابعه المعامله من قبل مدير المديريه شهداء الانبار شخصيا، وتم إكمالها وإرسالها إلى الموقف الأمني. وأستاذ عدي يعني بشكل شخصي دا يتواصل معاكم لهذا الغرض، مساءلة وعدالة وأيضا الموقف الأمني، رفعنا هذا المعاملة لهم، وإن شاء الله بمجرد ما أن تأتي الإجابة راح نعلمكم بشكل اتصال مباشر. الشهيد أحمد فوزي حسن النعيمي، كتاب المساءلة والعدالة الخاص بكم تم إجراء اللازم من قبل مكتب رئيس المؤسسة وتحويله إلى دائرة ضحايا الإرهاب في بغداد، وبإمكانكم مراجعة دائرة ضحايا الإرهاب لإجراء اللازم. أحمد فوزي حسن النعيمي، أحمد فوزي حسن النعيمي، كتاب المساءلة والعدالة الخاص بكم تم إجراء اللازم من قبل مكتب رئيس المؤسسة، بإمكانكم مراجعة المديرية أو الدائرة، دائرة ضحايا الإرهاب اللي موجودة بالكرادة لإكمال اللازم. طبعا هاي أغلب الإجابات اللي ذكرناها، وأيضا أكو ملاحظة جدا مهمة نزلناها في المواقع الرسمية لمؤسسة الشهداء، وهي تخص الاستمارة الخاصة بالشهداء من ضحايا جرائم البعث غير الموظفين حصرا. الشهداء المشمولين هم الأميين والطلبة والخريجين وجميع الفروع والاختصاصات بما فيها الدراسة الحوزوية، الخريجين غير المتعينين جميعا، الكسبة بجميع الأعمال والمهن والحرف. تملأ الاستمارة من قبل أحد ذوي الشهداء حصرا، الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن، البنت، ابن الابن أو ابن البنت. هاي حصرا تكون ملء الاستمارة من قبل هؤلاء اللي ذكرناهم. هاي هنا الاستمارة موجودة لغرض
يعني ملء الاستمارة للمتراكم العسكري والمدني حصريا. فهذه أغلب الإجابات اللي ذكرناها لكم أعزائي المتابعين. طبعا راح ناخذ موضوع التعليقات إذا ما عندنا اتصال. نعم أحمد المارد، السلام عليكم. أنا موظف جريح عمليات إرهابية، نسبة العجز 70%. أقراني كملوا المعاملة مالت المتراكم قبل سنة 2019 واستلموا متراكم من سنة 2016. إنه كملت المعاملة سنة 2021، استلمت المتراكم سنة 2019، ليه شنو الفرق؟ أرجو توصيل صوتنا للجهات المعنية بالشكل. أحمد المارد، طبعا ماكو أي فرق بين الشهداء، لكن هنا اللي معاملاتهم أنجزت بسنة 2016 بسنة 2016 أو سنة 2019 اكملت المعاملات مالتهم، كانت أكو مخصصات مالية من قبل وزارة المالية إلى هيئة التقاعد العسكري، وأيضا هي فروقات الراتب يكون بهيئة التقاعد الوطنية، كانت أكو تخصيصات مالية موجودة في هيئة التقاعد الوطنية من قبل وزارة المالية مخصصين لهم هاي الأموال. لذلك باعتبار الموازنة، موازنة 2018 كانت تم إقرارها، وأيضا موازنة 2017، فالأموال كانت والتخصيصات المالية موجودة لذلك تم توزيعها. 2019 ما كانت موازنة لذلك تأخرت، وأيضا موازنة 2020 إلى أن أتتنا موازنة 2021 تم إقرارها لكن التوزيع متأخر، لذلك ماكو تخصيصات مالية تم توزيعها إلى هيئة التقاعد الوطنية لذلك ما تم توزيعها. هذا الموضوع من شأن هيئة التقاعد الوطنية. هذا بالنسبة للسؤال أحمد المارد. بالنسبة لي أيضا تكرار، مديرية شهداء واسط مشكورة، قاعد تتابع كل التعليقات وأيضا تجيب على التعليقات. محمد الحسين، السلام عليكم. الشهيد من شهداء ضحايا البعث، الشهيد متقاعد من عام 1900. هذا ذكرنا الموضوع مالته في مديرية شهداء بابل وانطيناكم الإجابة. نعم هذه التعليقات كلها إن شاء الله راح نجاوب عليها بشكل مفصل من خلال الإجابات على التعليقات، وأيضا المديريات اللي موجودة ويانا بالبث المباشر راح كل سؤال راح يتم الإجابة عنها حسب الاختصاص وحسب المديرية اللي موجود. أعزائي المشاهدين والمتابعين لبيج استوديوهات الخالدون، وكذلك البيج الرسمي لمؤسسة الشهداء، وأيضا بيج مؤسسة الشهداء، خدمتكم واجبنا. طبعا شكرا جزيلا لمتابعتكم ولتعليقاتكم، وأيضا الشكر الجزيل إلى كل من اتصل وبعث برسالة استفسار، وإن شاء الله إحنا بدورنا ننقل كل هذه المناشدات إلى الجهات المعنية وإلى المديريات وإلى مكتب رئيس المؤسسة للإجابة عنها وتبسيط كل الإجراءات اللي موجودة لكم. شكرا جزيلا للمتابعة في حلقة قادمة إن شاء الله في يوم الاثنين في نفس التوقيت راح يكون لقاء متجدد معاكم. في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أنجح بث هذه الحلقة. في أمان الله وحفظه، إلى حلقة مقبلة بعون الله تعالى.